والنقل البحري. طبعا قيادات الأمنية ورئيس مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد. لكن من نجوم المجتمع معنا ضيفين من نجوم المجتمع اللي حضروا الاحتفالية وأشادوا بيها وبذكراها وبالبروجرام الخاص بها. معنا على الهواء مباشرة أستاذة رانيا الشيمي أمينة المرأة بحزب حماية وطن والعديد من المناصب وعضو مجلس إدارة في الجامعة التكنولوجيا لمناهضة العنف ضد المرأة. حاجات كتير جدا لكنها في أعمال. لكن في الأول وفي الآخر هي الآن تمثل المرأة. فأهلا وسهلا بيكي ونورتينا وشرفتينا. أهلا بحضرتك أستاذة أمل. طبعا أنا بقى شهادتي في أخي العزيز محمود عسكر مجروحة، لأنه نقول بقى سنوات طويلة في العمل العام في المجلس الشعبي المحلي وعضو لجان كثيرة وأول من عرض مشكلات بحيرة مريوط منذ سنوات طويلة، ثم تقلد العديد من المناصب إلى أن وصل الآن أمين تنظيم حماة وطن، بالإضافة طبعا لمنصبه الوظيفي. وأنا بحب دايما الأحزاب والحياة العامة حاجة، لكن أنا بحب أعرف من أنت بعيدا عن الأحزاب، فهو مسؤول الشؤون الحكومية في مكتبة الإسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. نورتنا وشرفتنا. الله يخليك مدى أمل، دائما يعني ببقى سعيد بوجودي معك. وأنا كمان والله ببقى متونسة بيكم. الله يخليك. أستاذة رانيا، انطباعك الأول عن الاحتفالية الكبرى في مكتبة الإسكندرية. طبعا حاجة كانت احتفالية راقية جميلة، كان أداء رائع للكورال الموجود وتعبير جميل عن مدينة الإسكندرية. المسرحية كانت معبرة عن حب إسكندرية والشعور الحقيقي اللي بيحسه كل أهل إسكندرية. كانت تضم كل فعلا زي ما حضرتك قلتي نجوم المجتمع السكندري وقيادات المجتمع السكندري. فرصة إن أنتوا تعيدوا على بعض بقى. كانت فرصة جميلة وأداء متميز، انبسطنا بيه كلنا الحقيقة. الحقيقة أستاذ محمود أنا متأكدة وعارفة أنك تساند المرأة بشكل كبير جدا، والمسألة يعني لما كان أستاذ محمود نازل انتخابات فأنا كنت عنده في أبيس وشفت قد إيه المرأة كانت مساندة محمود عسكر بشكل كبير جدا، حبا وليس زيت وسكر وقصص من اللي احنا بنسمعها دي. مدى التعاون بينك وبين الأستاذة رانيا للنهوض بالتثقيف الصحي للمرأة، بالتثقيف السياسي، بالتثقيف الاجتماعي، بتمكين المرأة بشكل كبير؟ وأنا شفت لكم بالأمس القريب بعيدا عن الاحتفالية بتفتحوا حاجة جميلة قوي، فكلموني عنها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا دائما ببقى سعيد بوجودي مع سيادتك. 25 سنة. لا أنا ما كنتش أعرف. لا احنا كنا صغيرين طبعا. لا طبعا طبعا ده يعني رحلات طويله انا وهو واحمد كحيلو داخل بحيره مريوط على ارض الواقع ورصد لكل ما يحدث. لا طبعا متشرفين بيك، اني اداعبك فقط. يعني الله يخليك. لا بنشتغل بجد، بنشوف المشاكل بجد طبعا. زي ما سيادتك بتقولي انا بحب الشغل، ومسكت امين تنظيم حماة الوطن سعيت ان انا المراه، احنا كنا بنقول نص المجتمع، بعد وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي خدت وضعها، يعني احنا دلوقتي بنطالب المساواه بالمراه. فطبعا كان لازم يتم اختيار امينه مراه على اعلى مستوى. لها حقيقة اختيار صادف هواه الحقيقه. يعني نموذج محترم متعلم مثقف من بيت طيب، يعني هي تضيف للمكان. بالظبط بالظبط. فتم اختيار الاستاذه رانيا كامين المراه في حزب حماة الوطن بالاسكندريه. لقيتها مجتهده، عايزين نعمل نشاط معين، انا معاك. بدانا نعمل تثقيف للمراه، بدانا ننزل الشارع. لسه مؤخرا افتتحنا المركز اللي سيادتك نويت عنه ده في هنا عندنا في بكوس، يعني كويس نعدي الشارع هنبقى عنده كده. وعلى فكره المنطقه تحت
هحتاج، واختيار المكان كان اكثر من رائع. بالظبط. فهو زي ما سيادتك بتقولي اختيار المكان، احنا ما بنعملش شو، احنا عايزين صح. نوصل للفتيات وربات المنزل اللي هم محتاجين ان انت تجيب لها مكنه خياطه تنتج، تلاقي تلاقي الانتاجها ده بيجيب في الاخر مصدر رزق ليها ولاسرتها. الراجل بيشتغل طول النهار برضه، يمكن بسبب الحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها ما بيكفيش، فاحنا دورنا احنا ان احنا نساعد معاه المراه بدل ما هي قاعده في البيت، لا بدانا نبحث عنها، نحاول نشوف لها فرصه عمل. في سيدات نفسها انها تشتغل طبعا، ونفسها ان هي تساعد زوجها، بس ما بتلاقيش اللي بيوصل وما تبعدش عن ولادها. استاذه رانيا خليني اسالك، يعني اوكي حلو قوي ان احنا نعمل هذا المشروع ويكون تحت امبريلا كبيره وهي الاحزاب مثلا، لكن ماذا عن التسويق؟ هتعملي ايه وانت ايدك في الشغل اوريدي؟ يعني انت مش مثلا جايه من الحزب وما انتش عارفه اساس الشغلانه، لا انت عارفه، انتوا زي ما بيقولوا انتوا بابا المجال في التخصص يعني. فقولي لي هتسوقي لهم ازاي؟ هتساعديهم ازاي؟ هتجيبوا لهم خامات ولا لا؟ انا مش من انصار ان انا اديها مكنه، انا عايزه اجيب لها خامات وحتى هي تيجي. انا هبدا اقول ان طبعا وجودي في الحزب كان تجربه جديده بالنسبه لي، كان اضافت لي كتير جدا. اعضاء الحزب كلهم اعضاء محترمين وساعدوني كتير، خلوني اعرف اخترق الشارع واشوف ازاي اقدر فعلا اساعد الناس بطريقه فعاله. مراكز الامل دي كانت مبادره اطلقت على مستوى محافظات مصر، وصلنا ل 31 مركز حاليا على مستوى محافظات، تدريب السيدات على الخياطه والاعمال اليدويه. وحضرتك اتكلمتي على التسويق، احنا طبعا واحنا بنفتح المراكز دي فكرنا ازاي نساعدهم يستمروا في العمل، سواء من خلال بيوتهم او يتوظفوا في مصانع ويبقى عندهم مهنه يقدروا يشتغلوها، او ان هم يشتغلوا واحنا نساعدهم في التسويق من خلال معارض، من خلال صفحات على الفيسبوك للتسويق. والحزب عندنا دعم كبير جدا، استاذ محمد مجاهد، اللي هو طارق، استاذ محمود، حقيقه كلهم بيشوفوا ازاي هيقول لنا الجو المناسب ان احنا نعمل معارض على اعلى مستوى في اماكن مكتظه بالناس، علشان الحاجات دي تقدر توصل وتقدر تبقى فيها منتشره وتبقى في دخل ومردود للمهنه اللي سيدي تعلمت. نتمنى بشكل كبير، وانت كنت الحقيقه في الغرف التجاريه، فالتسويق خارج مصر ومشروعات الريس تراثنا وكل هذه الاشياء ارجو ان انتم تكونوا على تواصل بيها. احنا نتمنى ان الشغل بتاع السيدات دول، في ستات في عندهم حرف لو نميناها هنقدر نصدر. طبعا احنا عندنا سيدات مجتهده جدا جدا وبنشوف انتاج مذهل، ولما بيشوفوا مردود، لما كنا من خلال الغرف فعلا الـ 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 الاجانب بييجوا يشوفوا حرف المشغولات اليدويه او السينويه او الحاجات التالي طبعا التالي ده بيبقى عندهم انبهار بالمنتج المصري. وزي ما حضرتك قلتي احنا فعلا اتكلمنا ان احنا معرض تراثنا باذن الله يبقى عندنا منتج جيد، وناخد ترابيزه هناك ان شاء الله باسم الحزب، نحاول نعمل الكلام ده ويتعرض منتجات السيدات هناك ان شاء الله. انا بقول يا استاذ محمود ان التمكين الاقتصادي يؤدي الى تمكين سياسي. ما هو انا لما اكون متمكنه اقتصاديا هروح اختار بحريه، وهختار مش هختار اللي دفع لي، لا انا هختار بحريتي انا، توافقني وانت امين التنظيم ولك باع طويل ولا لا. اكيد لو انا باكل من انتاج من 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 انتاج فأسي يبقى كلمتي من راسي. بالظبط. فانا طالما انا ما الحاله الاقتصاديه بتاعتي مش على قد المستوى، خلاص انا اي حد بيتحكم فيا. وسيادتك بتشوفي ان اللي بيروح يدلي بصوته، معلش يعني طالما هو التجربة دي مش هتتكرر، يعني الناس خلاص اتعلمت المره دي يعني صدقني يعني كويس. فزي ما سيادتك بتقولي، لا هو طبعا الحاله الاقتصاديه تؤثر بشكل كبير في المجال السياسي في كل المجالات. فنتمنى وده اللي الحزب بيعمله، ان احنا بنحاول نرتقي بمستوى المعيشه للمواطن.
وبقى ايه موضوع ان احنا ان انا ودي له كرتونه وده يعني مهانه بغض النظر عن الانتخابات. ما انا بتكلمش على ايام الانتخابات. اعطيني سمع علمني اصطاد ولا تعطيني سمكه. بالظبط كده. خلاص انا هدي له السمكه وهياكلها النهارده وبكره مش هيلاقي ياكل ومش هتسمعه وخلاص وملوش حاجه عندك تاني خلاص. وده اللي الناس بتعاني منه الان. يعني ده الناس بتعاني منه انه خلاص محدش في الشارع بشكل كبير. فاحنا دلوقتي بنحاول ان احنا نوصل للمواطن في مكانه. ما هو المواطن هو مش هيدور على ما عرفنيش صح، لكن انا اللي هروح اعرف نفسي. انا هقول له احنا هنفيدك بايه. لو انت اتبعت معانا دورات تدريب وتثقيف في كل المجالات. هو تدريب وتثقيف في الثقافه فقط؟ لا، في طبعا احنا بنعمل دورات في قوى الناعمه مهمه قوي. اكيد اكيد طبعا. وانت راجل بتشتغل في المكتبه فتعلم جيدا انه لو حتى المكتبه مشكلتها ان الناس حاسه انها تابو، خايفين يجوا جنبها، لكن لو انت كنت جسر ممتد ما بين المواطن وما بين المكتبه ده عمل رائع. انهم يشوفوا بس المتاحف في المكتبه، القبه السماويه، يقروا كتاب، يبقى يسمعوا مزيكا في مركز الفنون، كل هذه الاشياء ترقي النفس. اكيد. انا بدعو المواطنين الاسكندريين ان هم يجوا اثناء معرض الكتاب كل يوم في حوالي 4 ندوات تثقيفيه في اثناء وجود معرض الكتاب. مجانا. اللي عايز يتثقف في اي مجال من المجالات يدخل على صفحه مكتبه اسكندريه ويشوف المجال اللي هو يحتاج ان هو يثقف نفسه فيه، هيلاقي النهارده بكره حاجه تختص مجال اللي هو بيشتغل فيه او بيحاول ينمي موهبته فيه موجود. انا هتوجه للمواطن. انا اسف. هتوجه للمواطن، اسعى. صح. على فكره سعي احنا العيب فينا، احنا عمالين نقول الدوله والحكومه وتعالي امشي في الشوارع هتلاقي القهاوي والكافيتريات. انا مش عارفه ازاي ماليه. يعني بقول ده عالم موازي. اما مثلا بروح الساحل، ويمكن الاستاذه رانيا تشهد بذلك، يعني بحس انه عالم موازي. وما يجبش ان احنا نحاسب المواطن على شريحه 5%. دول مش المواطن الكادح يوميا. لا 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 خالص. استاذه رانيا خليني اكلمك على حاجه. انت امينه محافظه لكن عندك قطاعات مختلفه. يعني عندك المنتزه مثلا، لو اتكلمنا على المنتزه هنقول ريف المنتزه، فانت بتخاطبي المراه الريفيه وتخاطبي الحضر. الرمل عندك الابيسات وعندك جليم وستانلي وكل ده. بحري ثقافه مختلفه تماما. برج العرب العصبيه القبليه والعادات والتقاليد. كيف تخاطبي كل هذه الانماط وترسمي لهم سياسات؟ ولا امينات المراه هم قيادات طبيعيه من هذه المناطق؟ طبعا انا كنت هعقب عليه ان احنا فعلا في الحزب كنا قايلين ان احنا عايزين نخترق الشارع ده باسلوب مختلف. ايوه. توعوي. توعوي للناس جوه الشارع، عايزين ننزل لهم ونعمل لهم ندوات في مختلف المجالات. عايزين نعمل خدمات، الناس تحس ان احنا معاهم قريبين منهم في كل الاوقات مش وقت انتخابات. خدمات صحيه، خدمات اجتماعيه، مدارس، اي حاجه في قدره اي واحد ان هو يساعد بيها الناس. احنا فعلا ده اللي بنحاول نعمله من خلال الحزب. تعملي ايه بقى مع الامين؟ الدوائر المختلفه. دوائر مختلفه طبعا، ثقافات مختلفه. حضرتك بتخاطبيهم، عندك امينات مراه، كل امينه مراه عارفه المكان اللي هي فيه والمجتمع اللي هي فيه طبيعته ايه. بتساعد طبعا في ان هي تحدد نوعيه الدوره او التوعيه المناسبه للمكان ده. بنحاول ننزل لهم نعمل طرق ابواب، بنحاول نختلط بسيدات هناك، نشوف مشاكلهم ايه نحلها، يبقى في توافق بيننا وبينهم، ما يحسوش ان احنا بعيد عنهم. أيوة. يعني لازم الناس تحس ان احنا موجودين معاهم في الشارع، احنا حاسين بمشاكلهم، حاسين بالضغوطات اللي هم عايشين فيها، علشان نقدر فعلا نساعدهم لو احنا نقدر نعمل كده. اتمنى انه يكون في تلاحم بشكل كبير. خليني اكلمك عن جذب نوعيات جديده وليست
وانت عميد تنظيم بقى، وليس وجوه محروقة للمواطن. ازاي انا اجذب الناس ما بقاش عندها ثقة شديدة في الاحزاب، مع احترامي لكل الاحزاب الموجودة، بيقول لك احنا مش بنشوفهم غير في الانتخابات، وهم مش متواصلين معانا، وهم مش عارف ايه. انا اجيب شباب وهو وقود التنمية، خلينا نتفق ان الخبرة ووجودكم حاجة مهمة جدا، لكن لازم اطعم الدنيا بشباب يكون ناجز، يكون عنده قدرة على العطاء، منتمي. كل هذه الاشياء اجذبهم ازاي وانت بتتعامل مع قطاعات كثيرة جدا؟ كلمة واحدة، المصداقية. لو المواطن حس بالمصداقية عندي هو اللي هيسعى ويجيلي. هقول لسيادتك حاجة، احنا عملنا حاجة مش موجودة في اي احزاب. عملنا لجنة اسمها لجنة الخدمات المتكاملة. اللجنة دي بتشتغل ايه؟ نقل مدارس، علاج على رفاق الدولة. هقول لسيادتك، بس انا بشوف الاستاذة رانيا طول النهار بتنقل مدارس. ما احنا بقى متكاملين، ما احنا طول النهار عايزه تنقل ده وتجيب ده وتودي ده. بالظبط كده. ما انا بقول لسيادتك احنا عملنا ايه؟ بدل ما كل واحد بيشتغل صح في جزر منعزله. بالظبط كده. والشغل مش باين. ايوه. برضه سيادتك قلت ايه؟ انت امين تنظيم، عملت ايه؟ شايفه سيادتك ان المجتمع المدني وبعد الكلام ده اللي ظهر بعد 2011 تمام؟ خلينا كان موجود قبل 2011. لا بس انا هقول لك على استحياء، مش على استحياء، بس انا بقول بكل الموجود دلوقتي يظل من كان يعمل من قبل 2001. بالظبط. لا يعني وإلا من رحم ربي برضو بعضهم يعني شغال بمصداقية. أنا انتقيت مجموعة من المجتمع المدني، يمكن اسمحي لي أقول اللي أنا طبعا رشحته إن هو مسك رئيس لجنة الخدمات المتكاملة الأستاذ محمد شاكر عندنا. راجل بسم الله ما شاء الله، اقصدي في أي خدمة سواء علاج على نفقة الدولة، نقل مدارس، إنارة. لو سيادتك تدخلي على الصفحة بتاعتنا بتاعت حزب حماة الوطن بالإسكندرية، كل يوم بينزل خبر خاص بالخدمات. طبعا مش هو اللي بيشتغل لوحده، كلنا بنشتغل. بس أنا كأمين تنظيم مش لو هو وهو يعني لو هنقول الترتيب اقل مني في الترتيب، ولكن لو كلفني انا كامين تنظيم عشان انا اعرف الوكيل الوزاره الفلاني اقول له حاضر عينيا، يقول لي معلش انت قريب من فلان في طلب اعمله. هو ده المصداقيه اللي انا بقول لسيادتك عليها، لما الناس تشوف على الصفحه بتاعه الحزب في اسكندريه ان احنا منزلين تم إنارة شارع الفلاني، المدخل العمومي مثلا قرى أبيس مثلا. وفي نفس الوقت أبيس دي عشقك الأول والأخير. أهلي 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 أبيس دي يعني أنا شفت الحقيقة أستاذ محمود عسكر، ويمكن برضو خلينا نتفق المجلس المحلي أفادك كثير كتير مدرسة. وأنا حزين إن مفيش مجلس محلي. يعني انا اتمنى المجلس المحلي ما يبقاش ان كل واحد بيوعد واحد بيشتغل في العمل العام او نائب ان هو يجيبه مجلس محلي. خلينا يبقى من نبت المجتمع، بلاش نعيد هذه التجارب بجد. بس سيادتك اللي بتشهدي ان كان المجلس المحلي كان اقوى من مجلس اصل سيادتك حاجه، عضو مجلس النواب المفروض تشريعي رقابي، تشريعي ورقابي. كويس. لكن الخدمات اليوميه ما هو صح. انا دايما لما اشرح للشباب اللي عايز يدخل مجلس محلي بقول له ايه، انت لما تبقى عضو مجلس محلي في المربع السكني بتاعك حتى لو انت بتفتخر بنفسك فنازل لقيت ماسوره مكسوره هتقول انا مجلس عضو مجلس محلي، هتقف عليها، هتتصل بالخدمات السريعه في سواء في الكهرباء في الميه، انا عضو مجلس محلي تعالوا صلحوا، هتفضل لحد ما تتصلح وتتسفلت الارض. فانت كده خدمت منطقتك. لو احنا خدمنا كل عضو مجلس محلي خدم منطقته بقى في خدمات متكامله على الارض وبقى في مصداقيه.
استاذه رانيا خليني اكلمك عن يعني حاجتين بيؤرقوا المراه، الصحه والتعليم. واتمنى ان انتم تنتبهوا لهذه الجزئيه. احنا ما كانش في فجوه في اسكندريه بين تعليم الاناث والذكور، الان محافظه البحيره الوحيده اللي كانت في وجه بحري، دلوقتي بقى في فجوه ما بين تعليم الاناث والذكور والتصرف من التعليم. انت كامينه مراه بنعمل ايه في المشكله دي ونقدر نحلها ازاي؟ والتثقيف الصحي للمراه. طيب انا بروح الوحده الصحيه مش لاقيه الدواء، هجيلك ده حقيقي، هتعملي ايه؟ ما هو انا مش هقدر كل يوم اطلع من جيبي، لازم يكون في حلول استراتيجيه بخطه كامله. هو طبعا احنا بنعاني المشكله الصحيه اللي بتواجه المراه هي مشكله ناتجه كمان من جهل او من عادات خاطئه في المجتمع. طبعا في ختان الاناث بالظبط كده. فالنهارده بس هتكلم عن موضوع التسرب من التعليم. انا جايز اقول تسرب من التعليم اكتر في الولاد مش في البنات. النهارده البنات عشان ايدي عامله، بس عشان ايدي، لكن البنات فعلا حابه تتعلم وعايزه. النهارده البنت الصغيره لو اشتغلنا على وعي البنات والطلبه في المدارس هيبقى هنعمل انجاز كبير جدا وهنتخطى عوائق كبيره بتواجهنا في المجتمع. الا تؤثر الظروف الاقتصاديه في التسرب؟ لو المجتمع وتحديدا ساعد، احنا مش لاقيين مدرسه، احنا لاقيين ان المدرسه تحولت لدروس خصوصيه، فالاسر البسيطه ما تقدرش على هذه المساله. فمهمه قوي ان يبقى لكم دور على الرقابه على مساله التعليم. مش بقول رقابه، لكن يعني المدرس المعلم ان انتوا تعملوا حتى دروس تقويه بدل ما الناس تاخد يعني كمكان مهمه قوي ان انتوا كلكم دور في المساله. اهو حضرتك لو المدارس النهارده اشتغلت مش هنحتاج دروس تقويه، لكن حضرتك النهارده الفصول فاضيه، الطلبه ما بتروحش، المدرسين ما بيروحوش. ده معتمد على دروس خصوصيه، ده معتمد على دروس خصوصيه، سواء علشان المشاكل الاقتصاديه او لان اسلوب التعليم الطالب ما بقاش مقبل عليه. فجايز احنا بدوره، كنت في دوره قريبا يعني، وكان المحور ده محور احنا اتكلمنا فيه على المشكله دي بالتحديد. طبعا بنبارك لك على اجتياز الدوره، وصوره مشرفه ويعني بريق وخير من يمثلنا الحقيقه. الف شكر. ففعلا قلنا ليه ما نفكرش في التعليم باسلوب يواكب الظروف الاجتماعيه الجديده والحاضر اللي الطلبه بتشوفه والسوشيال ميديا اللي الولاد كلها منبهره بيها. نشوف موضوع النظارات الثري دي كاسلوب في التعليم النهارده، نحط الفيلم في النظاره ونخليه الطالب يعيش جوه الفيلم ده، يتعلم كانه بطل من الابطال. ده محتاج ان انا اغير ثقافه الكتاب واعمل مالتي ميديا، وده محتاج بقى يعني. بس احنا نزلنا تابلت جايز ده تكلفته اقل كتير جدا من التابلت، لكنه هيستهوى الطالب على فكره والكبير والصغير. وهيحب ان هو يتعلم بالطريقه دي. وحتى في الحفلات او في المجلات او في الحياه العامه ممكن نستخدم الهولوجرام في ان احنا نوصل للشباب الافكار اللي احنا عايزينها. لازم نخاطب الطلبه والشباب بافكارهم بالظبط وبطريقه تناسب عقولهم النهارده علشان نقدر نتخطى الحرب اللي احنا بنتعرض لها من خلال السوشيال ميديا، الحرب الرئيسية اللي علينا النهارده. اكيد زي ما كلنا عارفين النهارده الحرب ما بقتش بندقية، لا 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 لا، افكار مسمومة بالظبط. فدي اللي احنا كلنا لازم نسعى لان احنا نتخطاها فعلا، وبنسعى جاهدين ان احنا نعمل توعية للشباب والمرأة علشان نتخطى المشاكل دي. حضرتك اتكلمتي على موضوع الصحة، ندوات توعويه للسيدات لما ننزل لهم الشارع ونجيب ندوه ونجيب دكاتره يتكلموا معاهم على اهميه ان ما يبقاش في زواج مبكر، ختان الاناث، الصحي الانجاب، المواليد، تنظيم الاسره. يعني احنا بنشوف الناس ظروفها وحشه وعماله تجيب عيال 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 عيال، يعني الموضوع صعب. يعني الكلام معاكم جميل وانا سعيده جدا بيكم، وانا بسعد اكتر لما يكونوا ناس بتشتغل مع بعض متفاهمين. طبعا ده بيخلي الموضوع يبقى بحب ونشتغل اكتر، يعني غير بقى الخلافات والقصص دي. فاخيرا عايزاكم تقولوا كلمات اخيره لاسكندريه ولكل اهالي اسكندريه اللي بيشوفوكم بمناسبه العيد القومي.
اتفضلي. انا بقول طبعا اتمنى اسكندريه تبقى احسن محافظه في مصر، وهي اسكندريه جميله، جميله بناسها، جميله بجوها، ينقصها حاجات بسيطه ان شاء الله نلاقيها موجوده، واملنا في المحافظ ان شاء الله ان هو يساعد تطوير اسكندريه. وبنشكر سياده اللي هو محمد الشريف على المده اللي قضاها معانا، ونتمنى دايما ان احنا يبقى في تطور في اسكندريه، ونبقى في حل لمشكله العشوائيات والمناطق المشاكل اللي بنواجهها هناك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين استاذ محمود. كل سنه واهل اسكندريه طيبين. وعايز اقول لكم انتوا في نعمه يمكن بعضكم مش حاسس بيها، لما تروح القاهره ويعرف ان انت من اسكندريه بيبقى طاير بيك، لان اسكندريه عشق لجميع المحافظات. عايزين الاسكندريه اللي في عيون الناس جميله نخليها جميله اكتر بينا احنا. وزي ما قلت قبل كده، مش كل حاجة هنقول الحكومة، لا، عايزين نبدأ بينا احنا، سلوكياتنا تبقى أفضل شوية، نحاول بقدر المستطاع ان احنا نصلح بإيدينا، مش هنعتمد على الأحياء ولكن احنا عايزين اسكندرية اللي في عيون الناس حلوة نكملها وتفضل جميلة. والعاصمة التانية الأولى، والله أنا دايما أقول عاصمة الثقافة الأولى يعني، اللي كله بيهواها وبيجي في الصيف لازم يزور اسكندرية. نورتوني بجد وشرفتوني، والحقيقة أنا دايما بقول يلا نشارك بدل ما نتعارك، نحط إيدينا في إيدين بعض نصل إلى حلم كبير. لكن لو قعدنا نعمل أبطال فيسبوك العواقب مش بتيجي على الحكومة، بتيجي عليك انت عزيز المشاهد. نماذج مشرقة، عندنا نموذج اخر هنشوفه لكن بعد الفاصل.